مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه خاصه النهارده من الماتش بمناسبه مباراه كاس لوسيل ما بين الزمالك والهلال السعودي. انتهت المباراه لكن لم تنتهي هذه الاجواء الساحره في العاصمه القطريه الدوحه، اللي يبدو ان قطر ناويه تفرجنا على كاس عالم مختلف تماما، هيكون في حته تانيه. استعدادات على مدار سنوات عديده، وبالتالي المنتج اللي احنا شفناه النهارده كبروفا قبل انطلاق كاس العالم في نهايه العام الجاري، لا يقول ان احنا هنشاهد كاس عالم مختلفه في كل شيء، مختلفه في الاعداد، مختلفه في التنظيم، في الملاعب. حاجه ابداع بنهن عليه الاشقاء في قطر الشقيقه. انتهت مباراه كاس لوسيل بفوز الهلال السعودي على الزمالك بركلات الترجيح 4-1. هي مباراه حبيه، مباراه وديه ما بين شقيقين، ما بين شعبين كبيرين، زي ما بنقول دايما عمود الخيمه في الوطن العربي، بين مصر الشقيقه الكبرى والمملكه العربيه السعوديه. ما يهمناش النتيجه لان هي مباراه زي ما قلنا في بدايه موسم، مباراه حبيه مش بطوله بمعنى كلمه بطوله. الزمالك ادى ما عليه امام فريق قوي، فريق عنيد بيضم عدد من النجوم من جنسيات مختلفة واستعدادات كبيرة، لكن الزمالك حينما يلعب أمام أي فريق كبير هو الآخر كبير بنجومه، كبير أيضا بلاعبيه. الزمالك أدى مباراة طيبة للغاية، شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وهو نفس نتيجة الشوط الثاني والمباراة، ومن ثم لجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح اللي ابتسمت لصالح الفريق السعودي فريق الهلال. مليون مبروك للأشقاء في المملكة العربية السعودية. لكل زملكاوي ارفع راسك فوق، الزمالك فريق كبير، الزمالك قدم عليه على طوال موسم قوي وشاق، فاز فيه بالدوري العام المصري للعام الثاني على التوالي، فاز أيضا بكأس مصر للعام الماضي، وما زال كأس مصر العام الحالي في الملعب، وبالتالي نجوم الزمالك أدوا ما عليهم. عندنا تحفظات على التشكيل في بداية المباراة، وأن عدد من اللاعبين لعبوا في غير أماكنهم، هنتكلم فيه بالتفصيل مع ضيفنا النهاردة كابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم منتخب مصر ونادي الزمالك. لكن زي ما قلت الاستقبال، اتكلم بقى عن الاستقبال من الأشقاء في قطر، استقبال جماهير نادي الزمالك اللي فقط ما كانتش موجودة من داخل دولة قطر، لا من البحرين، من السعودية، من الكويت، كل الأشقاء أو المصريين في الدول العربية المحيطة بقطر كانوا متواجدين في الاستاد النهاردة.